جزء حتى بسيط منها سريعا جدا في ذكرى وفاة محمد نجيب السيسي يبني قصرا جديدا في مدينة العالمين الجديدة، برأيك ماذا قدم العسكر لمصر؟ نشوف تعليقات حضراتكم سريعا. عبد الله المصري بيقول العسكر، طب ناخد دعاء الأول، قدم الخراب والدمار والجهل والفقر، نقل مصر من صيتها وسيادتها لتبعيتها. عبد الله المصري بيقول العسكر قدم لمصر الفقر والجهل والاستبداد والقمع وإرهاب الشعب وقتل واعتقال الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، بالإضافة للسرقة والخيانة والغدر. سارة مراد بتقول ما قدمش حاجة للبلد وهو في وادي والشعب في وادي تاني، ربنا صبرنا. خديجة بتقول بصراحة العسكر قدم لمصر الكتير والكتير من الجهل والفقر والمرض والغلاء وانعدام الدين. رحيل عمر أبو الوفا بتقول العسكر استعبد مصر وشعبها ودمر ثروات مصر واستنزف خيرها. بكده مشاهدينا الكرام.